ضمن الأسبوع الثاني لعمل مجلس المرأة هي الثقافة والفكر تحت الشعار بثقافة نحيا وبالفكر نرتقي. ضمن الأسبوع الثاني في إقليم الجزيرة نحن بلشنا بالمعرض لفن التشكيلي وفن النحت، وأغلب اللوحات اللي نحن عرضناها هون اليوم بالمعرض ترمز للمرأة ومعاناة المرأة والظلم اللي صار على المرأة من الذهنية الذكورية. شاركت بأحد عشر لوحة، يعني اللوحات مواضيع مختلفة. طبعا بعض اللوحات كانت مرسومة من عدد سنين، وفي لوحات حديثة. طبعا لوحات واقعية وتعبر عن الإنسانية والواقع العام، تعبر عن أحيانا عن حب اللون. حب اللون مجسد في الواقع المعاش، يعني دمج بين الواقع واللون.